أصحابي الجميلين، لسن، استمعوا جيداً. أعتقد إنه هذه اللعبة اللي أنا حالياً حاطط خلفيتها اللي اسمها بلاك ميث، عندي إحساس إنه هذه اللعبة هي أقرب إلى الخيال. للأمانة اللعبة مش طبيعية، يعني فيها إشي ما أظنش العقل ممكن يستوعبه كجيمر. لعبة بلاك ميث أنا عملت لها ردة فعل للتريلر أول ما نزلت. طبعا أنا ما حكيتش ولا كلمة في التريلر اللي شغال، لأنه أنا بس عامل هيك مصدوم. ومن فترة نزل تريلر بفرجينا الجيم بلاي. أعتقد التريلر هذا مدته 12 دقيقة. من أكثر الألعاب اللي أنا متحمس بس أشغلها وأمسك الكنترولر وألعب، لأنه فيها ميكس، فيها عناصر أنا بس أنا بحسها أقرب إلى الخيال. يعني لو في جيمر بيحلم بلعبة فيها كتير عناصر أكشن وسحر وقصة وإشي، هيها الأمانة هاي تحقيق لها حلم. بس إن شاء الله ما تجيب العيد هاي اللعبة وتطلع حفلة، إيش اسمه، تطلع حفلة فاشلة. شوف التريلر مع بعض، أنا ما شفته أبداً. و the reaction will be now, man. 我在许多奇怪的梦里见过你们，你们因缘际会走到一起，怀着各不相同的目的，你欲成前人未竟之业，修功德圆满。 你执着后世传颂之名，求位列仙班。你想跳出三界之外，图个清净自在；还有你无所挂碍，吃顿饱饭便善哉善哉。那个人，可我早就看穿了你们。 满嘴的情怀大义，一心的世俗名利，唱什么命不由天，却不信自己才是天命之选。<笑>可悲的奇经人呐、啊，只要心中还有放不下的偶像，终有一天，他将化为修行路上。 اعتقد هو بتحول لاي اشي، صح؟ حاسسها سكيرو. ايش هالبداية؟ ايبك ايبك مش طبيعي هذا جيم بلاي. نعم هذا بقول لك تصوير من داخل اللعبة ولكن لا تعكس المنتج النهائي. تلج، شوف شوف الانيميشن تبع التلج. هرب هرب. ول من تفاحة صحي من الحجار. شوف التلج. شوف البيئة، شوف البيئة حواليك. بتحسوها ميكس بين سكيرو على جاد فور على دارك سولز على تفهمش حمص. فايت الفايت فيها بفلافل.
يا الله يعرفك. ذكرني بآخر زعيم في سكيرو، بس هداك رمح مش سيف كبير. ايه؟ يا ابن اللي مش متربي، عمل ايش اسمه؟ بومبا. عمل بومبا على الزلمة يا جليل الحياة. الله يعرفه إلهي. أو شو عمل؟ شي هاي ايش عملت؟ هاي الكاونتر اتاك؟ تعمل نار حواليك في التلج؟ انا بعشق الكونتراست، بعشق هذه المفاهيم، بعشقها. الكونتراست اللي هو مي نار هواء تراب اي شيء، عتمه نور، انا بحبها ما بعرف ليش بحب هذا التناقض. تعال مش تعمل بومبا ولا يا جليل الحياه. شيبس اخذ هيلث. ترى كيف خياله بضل على ال بضل على خياله لما يعمل دوتش او شيء. لما يعمل بيرفكت دوتش بيترك خيال. Yeah, that's nice. ايش زعيم؟ يا كذاب، على فكره هذا وسخ. في فيزز، في مراحل لكل زعيم، حركات خرافيه. يس حتفاهم. كنت افكر اليابانيين اللي مميزين بشكل مش طبيعي في تصميم الاشياء، طلعوا الصينيين. هذه شكفة النجانق طالع لها أجنحة. شو هاد؟ شقفة نقانق طائرة. هذا هو بتحول لأشياء، هي بتحول لخفاش. شوف البيئة، شوف البيئة. تنين تنين. نيال اللي بيلعب، نيال اللي بيلعب. على فكرة الديزاين سكيرو اللي تحت اللي هو الهيلث تبع الزعيم.
شوف الإضاءة، شوف الإضاءة. بيذكرني بتاعين فاينل فانتسي ليفايثن. أنا مش قادر. لا ما هاي جيم، يعني هذه جيم انه بتشتريها وبتنزلها وبتحط كنترولر وبتلعب انه هيك، ولا فيلم؟ هلا فيلم اوكي بستوعب، بس هاي اللعبه جيجيان وي لاي وي هو بو باي. كف الموسيقى. ما مو طبيعي. ايبك جيمز انفيديا. انفيديا بس اي كرت شاشه حبيبي. في اشي تاني؟ في اشي تاني كنه انفيديا بقول لي بدك كرت شاشه 5000 واشي. اللي ما نزلش اصلا. الفيلم كأنه رحلة هذه الشخصية لحد ما صار أسطورة كأنه. مش عارف شو أحكي عنها عن جد، شو بدي أحكي عنها؟ لعبة صينية. نعم made in China. مش طبيعي يعني، يعني شفنا ألعاب فيها تنوع، شفنا ألعاب فيها بيئة، شفنا ألعاب فيها، بس مش زي هيك. مع احترامي لكل الألعاب من هورايزن لجاد فور لسيكيرو، بس هادي عاملة ميكس بيناتهم كلهم، مش واحدة، كلهم. هاد رجعات كنه. واقف واقف عم خلص، يعطيك العافية. هلا لا أنا طبعا أكيد ما بقلل قيمة الألعاب اللي ذكرتها أكيد، لأن هدوك ألعاب قمة فخامة، يعني 10/10 وما بنقصوش نص علامة. بس إذا في لعبة بدها تاخذ 11/10 أعتقد هاي، أعتقد هاي. يعني بنتفة التريلر أكم وحش جابوا غير الوحوش اللي جابوهم في التريلر القديم. لسه أنا التريلر القديم
التريلر القديم، اذا لاحظت شغله فرق بين هذا والتريلر القديم، التريلر القديم فرجونا سبيشلز وضربات واشياء للشخصيه نفسها اكثر بكثير من هون. هون واضح انه بس فرجوك البيسك فايت لهذه الشخصيه، هو كيف بيلعب بالعصاية، عمل لك هذه الحركة اللي هيك، عمل دوج، عمل كاونتر أتاك، عمل حلقة النار، وقف على العصاية عشان يبعد عن الكهرباء. فرجونا بيسك فايت، ركزوا كتير على البيئة، ركزوا كتير على الوحوش، بيّن لك بكل وضوح انه كل وحش له استراتيجية. اسم اللعبة بلاك ميث ووكونغ، بلاك ميث الأسطورة السوداء او الخرافة السوداء، ووكونغ بعرفش امتى راح تصدر، ما في اي تاريخ، بس من انهم جابوا ايبك جيمز يعني موجوده على البي سي، بس على الكونسولز ما بعرف. كتير ركزوا على تنوع الوحوش وبينوا انه كل وحش له استراتيجيه، ما ركزوا كتير على حركات الشخصيه نفسه، انه كيف بيتحول وبيعمل ضربات وفينيشرز، هذا كله موجود في التريلر القديم. ففي ذكاء في عمليه صنع التريلرز لهي اللعبه، كيف بيخلوا التركيز وين، يعني مش شغل شخبيط. حسان رح تختم اللعبة باث. تعرف يا معلم هذه اللعبة إن شاء الله لما تنزل وزربنا أحيانا ولعبناها وهيك، يجوز أعمل فيها زي ما عملت في Tormented Souls، أسلخها ستريم 10 ساعات. طبعا هي مبين إنها أكبر من هيك بكتير، اللعبة كبيرة كبيرة. شفته هو بيلعب بالعصاية كيف الورق صار يطير حواليه، الورق تبع الورق الاصفر هذا تبع الخريف، شفت كيف صار يطير، شفته قديش فيها دقه وهو بيلعب هاي الحركه، بلف فيها العصايه، الورق كيف صار يطير، شفته اثار الحركه على التل، شفته التنين عامل زي ليفايثان تبع فاينل فانتسي. وبالنسبه لي اكثر وحش مفضل عندي هو ليفايثان، عشان هيك انجنيت انا. متوفرة على كل الأجهزة، ممتاز. أكيد لعبة مثل هيك متى موعد نزولها؟ لحد الآن ما في تاريخ. غريب مو طويلة، لا أنا بقول إنها طويلة، شكلها بيوحي إنها كتير طويلة اللعبة، شكلها بيوحي إنها طويلة، يعني مش أقل من 15 ساعة والله أعلم. الصينيين شكلهم رح يبلعوا سوق الجيمز تاني، يعني هم أوريدي بالعين كل إشي. شكلهم رح يبلعوا سوق الجيمز إذا هيك، إذا هيك بهالأسلوب ماشيين. حسان ليفايثن اي جزء؟ انا ليفايثن شفته اول مره في الجزء الثامن، بس هو موجود في كل الاجزاء اعتقد يا جوست باترفلاي. بس انت قصدك ليفايثن اي جزء؟ هذا الاخير 15. ليفايثن في فاينل فانتسي 15 بيشبه هذا التنين، بس يعني برضو خلينا نكون شوي واقعيين، في كتير جيمز ابهرتنا بالتريلرز بس لما نزلت ابهرتنا الهبل، صح؟ بديش أفول عليها يعني، حرام شكلهم بيشتغلوا صح الجماعة، بس بالنهاية فيش إشي كامل بالدنيا، فحنا نحط هيك ونحط هيك. يعني هي كبداية مبهرة، هي تاني تريلر مبهرنا بزيادة، بس في كتير يعني في ألعاب أبهرونا بالتريلرز ولما نزلت كانت عبارة عن فيها كتير glitches، فيها كتير خراب تقنيا هبلة، يعني كل وحش أصعب من التاني شكله هيك، لأنه إذا لاحظت كل وحش له حركات واستراتيجيات، رح نموت 100 موتة عبال ما نفهم شو بدنا نعمل. تخيل لو صينيين يسووا لعبة رعب بها التفاصيل. آه والله تعرف يا الله، تخيل آي أم لو يعملوا لعبة رعب بها الأفكار الجهنمية هاي، شو ممكن يصير في الدنيا؟ رح نصير رح أخذ دورة لغة صيني. والله نأخذ دورة لغة صيني، خلاص بلا إنجليزي بلا عربي. بيمشي معهم، بس شكله بيمشي عادين. يعني هم بلشوا بلعبة أونلاين زي ما حكت مها جينشن، هلأ فايتين بلعبة شكلها رح تضارب وبقوة God of War Horizon لأنه نفس الديزاين، فآه شكلهم برضه يفوتوا بالرعب يا عمي، يفوتوا بالرعب، ليش لا، وإحنا الكسبانين بالآخر. بس مش ينغروا بحالهم ويغلوا الأسعار، لك لعبتنا $90 عمي، هلا عنا. لسه هم الصينيين زي اليابانيين، عندهم أساطير وخرافات لها علاقة بالرعب، إشي بيأشعر البدن. الصينيين عندهم أشياء بتأشعر البدن، فلو هذا الشيء يجسدوه على شكل لعبة حمص. إذا نشحت ألعابهم الحالية أكيد رح يدخلوا مجالات كتيرة بالجيمينج. طبعا مطالما في جرينجش وبيجيهم جرينجش ودعم ومشاريعهم تلقى الإعجاب والتقييمات العالية، ما في أي سبب يخليهم يوقفوا. تصبحوا على خير، ديروا بالكم على حالكم، ونشوفكم قريبا. ها ديروا بالكم على حالكم، جيكسو.